بس دي مرحبا. المعلم نسيت راس انا مشيت معك الساكن هذا الساكن هي شنو تسمي هذا انت مشيتي انا رجعت انا معك اسيدي دابا حنا حنا معك تنعرفوا وهاد الخبايا ديال هاد الموسيقى الكناويه وحنا تنتمنى خلال هاد الحلقه اننا نسلطوا الاضواء ونحيدوا دوك اللي كما تيقولوا لي زيدي روسو داكشي اللي تيقولوا بان الشعوذه والتكناويتها باش هذا حنا اليوم تنفسروا للناس وبوتينا الادريسي اللي هي صديقه البرنامج هي قالت لك تكناويت كما قلتوا هي حالة روحية صوفية وعبادية لا علاقة لها بالسحر والشعوذة. شكرا لالا بوتينا الإدريسي. ونبغي نقول لك بأن أولاد زرية بغي يكونوا معنا إن شاء الله نهار الخميس في عيد المولد النبوي في سهرة خاصة. وإذا تنتمنى لكل المستمعين أوقات دائما ممتعة في الاستماع إلى برامج إذاعة المغرب العربي. احنا ما زلنا معك حتى الخمسة العشية هضرنا دابايا شنو علاش غادي نتهربوا كنا تنهضروا على شعبانة دابا غادي نعرفوا المقدم قلتي لنا شنو المقدم قلتي لنا المعلم وشكون هو باسودا ولا زوكاي اسمك الله عليك راك ورا خمشي دراجة الدروس ديالي لان خاصنا نعرفوا تما الاسامي المستمعين انا قبل في كيما قلتي باسودا ولا زوكاي بازوكا كيتسمى هنا في المنطقه ديال الشمال نعم. بازوكا هو واحد بازوكاي هو واحد بازودا هو واحد الانسان اللي كيكون في جنب المعلم وفي جنب المقدم وكيكون هو المسؤول في الليله نتاع قناوه اللي كيكون مراقب جميع الناس اللي كيكونوا في الليله كانوا يعني بحال زعما كانوا المقدمات كيتجمعوا كاملين نعم. في الليله ديال الشعبانه ديال المقدمه كيجمعوا كاع عبيد الرحبه نعم. يكونوا 20 و15 30 نعم. وعاد الناس المفرجين هادو قناويين بقشاش بهم بالدرور نتاعهم جايبين معهم قوامهم نعم. هاد الناس هادو هاد باسودا هو اللي كيكون يتكلف ملي كتكون وحده كتجذب كطيح لها مكانه ولا كيطيح لها بزطام ولا كيطيح لها الخاتم ولا هادي هو اللي كيتكلف بديك اللوازم ديالهم كيحوزهم عندهم حتى كتسالي الجذبه ديالها ويشربوها الماء وتسوقط وتفيق وكيعطيها نعم. الامانه ديالها نعم. هاد باسودا كيخرج هو احسن من المعلم وحسن من المقدم حتى يدوروا معاه ملي يكونوا غادي يعطيو البركه نتاعي بعدا رديت لي المعلم قابل الجبح ديالو والقمري ديالو نعم. والمقدم قابل الذبيحه نتاعو نعم وديك الوقت هذا كان حضرت كيجيو كما قلت لك كل واحد فين خدام في قناوه كيجيو كاع قناوي يتجمعوا كتلقى 25 30 قناوي في هذه البلاد السعيده في طنجه نعم حضرت فيها ويجيو يقرقبوا محله فيها 12 ولا 14 مورسو
نعم. يخدموها ويخرجوا يمشيو بحالاتهم ديرهم ويجيو نعم. يجلسوا عاوتاني يخدموا نعم. شكون اللي كاين في ديك الربعه كامله؟ كاينين خمسه د الناس ولا اربعه د الناس نعم. كما قلت لك المعلم والخليفه د المعلم والمقدم وباسوده نعم. وزوكي كيسميوها في الداخل هو هو هذا باسوده اللي كيكون مقابل رحبه كيبخر الناس كيجمع الدوزان نعم. كيتكلم بجميع النواحي. حنا مازلنا مع المعلم حميد القصري ونرجعوا لكم بعد قليل موجز اخباري ومن بعد سفاري مع ايناس. شكرا إيناس وسفاري آخر إن شاء الله نضرب لكم موعد معه مستمعينا الكرام الأسبوع المقبل دائما على أمواج إذاعة ميديا ودائما مع ضيفي المعلم حميد القصري. مرحبا بك مرة أخرى. بارك الله فيك. ومرحبا بك من جيزو. قرب لك الميكرو شوية. تبارك الله على من جيزو. علاش علاش سميتي من جيزو؟ شكون هو هذا السيد ما قدمتي للمستمعين؟ قاسم. قاسم مدة ديال ديال تقريبا واحد 24 عام اللي هو خدام معايا بارك الله وكيرافقني في جميع الاماكن اللي كنكون فيها داخل وخارج الوطن. ديما دابا انت بحكم انك ديما تقوم جولات خارج الوطن وداكشي تدي معك الفرقه ديالك معلوم ترجعوا لك اللي تحرق ما عمر شي واحد حرق ليا كاين مجموعات اللي حرقوا عارف هذا شنو نقول لك انا جامع الدراري اللي شويه عندهم وليداتهم يخافوا عليهم وما يلقاوش بحال بلادهم نقولها لك نعم. بصراحه نعم. مشاو تساروا وكل شيء وعرفوا ما بين بلادهم احسن بلاد كاينه كاع في العالم. نعم الله يخليها البلاد الله يخليها لنا امين. حميد القصري احنا باش تكون ليله ناجحه شناهو خاص يكون فيها شنو القوام ديالها وشنو خاص القوامات ديالها باش تكون ليله ناجحه قناويه؟ اول حاجه خاص يكون فيها حميد القصري. اول حاجه خاص يكون يكونوا القلوب كل شيء صافيه صافيه الله نعم. لا من لا من المعلم وربعته ولا من موالين المكان نعم. اللي هما دايرين ديك الليله نعم. الليله كيف يعرفوا الناس عندها طقوس ديالها الليله نعم. كيكون فيها في العاده. شنو هي العاده؟ العاده هي كتخرج من برا كتجيب كنسميوها عاده نعم. كتجيب العادة من باب الدار ولا من واحد المكان إلا بحال نقول لك غادي بواحد الهدية الهدية أتخرجها من دار دخلها نعم. دار حنا ديك الدار هذيك كندخلوا بها بحال كيدخلوا العبيد من ديك الزاوية نعم. باش كيفتحوا الذكر حتى في المنصة ديال أي مهرجان تتكون العادة ولكن العادة عندها تقاليد تتبخروا كيكون كيكون المجمار كيكون المقدام كيهز ديك المجمار كيبخر القراقب كيبخر الطبل كيهز ديك الزدافة ديال الحليب كيرش القراقب كيرش الماعون كامل بالطبولة بكل شيء. علاش الحليب؟ كيطلق الجاوي المعلم. الحليب والتمر لازم نعم. هذا الشيء هذا من التقاليد اللي كاينه من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم الحليب والتمر نعم. هذا الشيء باين نعم. كنديروا واحد الفل ديال الحاجه اللي هي روحانيه كندخلوا كنديروا واحد الفل عندنا واحد الطروحه معينه اللي كيداروا في العاده كنغنيوهم في وسط الزنقه وكيدخل واحد بواحد كيتفرج كيدير لا دونس كل واحد يدير حاجات اللي يبغي يدخل الاول هذا هو التعلم ديال التكناوز كيفاش نقول لك انا نعم كيف يدخل واحد يدير لعب مفاجئ الناس كيدخل الاخر كيبغي يتعند معاه يدير اكثر منه نعم. الاخر عاوتاني كذلك هنا كيتعلموا الدراري الشباب ملي كدار هذه العاده كندخلوا بالعاده بالعفو بالطقوس ديالنا ديال الغناء نعم. تاعنا نعم. كندخلوا عاوتاني كنديروا طريه عاوتاني في الدار كنجلسوا كنرفدوا الفاتحه الموالين الدار اللي دايرين ديك الصدقه الى اخره كنجلسوا كنديروا الطريحات ديال البومبراوين فراجا اللي هي نديروا مثلا عندها طقوس كما حكينا قبيله نعم كدوز ديك الطروحه دولة بامبرا كنجيو باش نفسحوا الرحبه كما كيبقى لا ما كيضر ولا اسي كيضر ولا حلوه كتضر ولا قارو ولا حتى شي حاجة. اي حاجه كيولي كلشي الصبابط ما يبانوش كلشي هادشي الطقوس ديال تكناوت كتجي يعني كيف صفات الناس يحيدوا الصباط يحيدوا صباطهم نعم. كلشي نعم. جالس بحال اللي راك جالس فواحد البلاصه اللي هي مقدسه نعم يعني يكون فيها الذكر لانه يكون فيها الذكر لله والرسول والانبياء والصالحين كيجبدوا كاع في ديك الوقت كان فسحوا الرحبه نعم. فسحوا الرحبه وهو اللون الابيض الابيض من فسحوا الرحبه حتى من فسحوا الرحبه حتى مولاي عبد القادر هذا يعني الفاتحه مع البيض
الفتوح الرحبة كله كيتسمى هادو ديال الشيخ مولي عبد القادر كلهم كيكونوا لابسين الابيض. نعم. من بعد كاين الطقوس اللي متبعين، مثلا حنا في الداخل نديرو بودربالة اللي هو كتكون خشابة فيها جميع الالوان. مزيان ذكرتي على الالوان. كيتسمى بودربالة. نعم. هما البوهالة. نعم. وكاين اللي كيأخر البوهالة فحال النطاق الشمال كيأخر البوهالة حتى الاخر. واخا نوقفوا في هذه الالوان ومن نكملوا المعلم حميد القصري، علاش كاين ها الاحمر ها الخضر ها الاصفر ها الازرق؟ هادو كاينين تاكناوي، كاين 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 سبعه محل. المحل سبعه ديال المحلات اللي هما كيف يعني نقولوا حنايا سبعه، واحد سبعه ديال البواطات عندنا، كل بواطه جامعين فيها شحال من طرح؟ جامعين فيها 14 طرح. كاين اللي فيه 14، كاين اللي فيه 15، كاين اللي فيه 10، كاين اللي فيه 6، كاين اللي فيه 7. نعم. هما فوق من فوق 7. نعم. كاين بزاف تكناويتك تبارك الله صلى الله عليه وسلم عندها بحر واسع، بحر واسع ايام الجبد وما تفهم والو. نعم. حاليا دابا كيفاش نقولوا سبعه محلات، كل محله كيتاصلوا منا فوق سبعه ديال الملوك. نعم. والسبعه ديال الملوك كل محله عندها اللون ديالها، كما قلت لك فتوح الرهبة عنده الابيض، المساويين عندهم الشيبي. نعم. الحمر عند الحمر، الاحمر عند سيدي حمو بحال اللي لابس انا دابا. الاحمر لابس انت؟ نعم. انا لابس احمر. الكحل هما من ميمونه، من الغمامي، من من الغابه، هذو كلهم كيتسموا كحل. نعم. كاين الزرق اللي هو سماوي، السماويين طروحات السماويين. رانيتي على السماويين. كاين اللون ديال الحوصيين. نعم. كاين اللون ديال ميرا الصفر. نعم. كاين اللون ديال مالكة القوقي، كاين اللون ديال هما سبعه ديال الالوان. اذا حنا دابا باش ما نتلفوش المستمعين، دابا باش تكون ليله ناجحه خاص تكون القلوب صافيه والقوام يكون مقاد. حنا عرفنا شنو كاينين، تيكونوا سبعه المحلات، كل محله عندها لي مورسو ديالها. والبخور والجاوي وداكشي، ولا بدا منه؟ كل محله عندها البخور ديالها. نعم. الجاوي المكاوي كيدار كما قلت لك في الابيض. علاش يقولوا الجاوي والصلابان واللي فيه الحليبان؟ الجاوي والصلابان اللي فيه الحليبان هذه مورسو تالف وتغنى. نعم. هو سميه ديال الجاوي، سميه الصلابان اللي فيه الحليبان راه باش يجذب الواحد، بغى اللي فيه شي حر غادي يجذب. نعم. احنا ما زلنا مع المعلم حميد القصري مباشره الى حدود الساعه الخامسة، ومعنا ضيف مفاجاه لك المعلم، هو توا كذلك من اكبر المعلمين في الوسط الفني المغربي، وهو كذلك المدير الفني لمهرجان قنوه المدينه الصويره، المعلم عبد السلام عليكان. مرحبا بك على ميدي ان. اهلا وسهلا. مرحبا بك وعلى برنامج موزايك، والضيف ديالنا هو حميد القصري. اولا تنقول لك مرحبا بك وتنشكرك انك لبيتي الدعوه ديال برنامج موزايك. سؤالي، شنو يمكن يقول معلم في حق معلم اخر؟ هو اولا كنشكركم على الاستضافه ديال المعلم حميد وعلى هذا البرنامج اللي استضفتو وطرقتو الميدان ديال التاكناويت وتتكلم معاه في التاكناويت. نعم. احنا بالنسبة لي اللي نقدر نقول على المعلم حميد، هذا شرف التاكناويت والقناوة انه حميد خونا وصديق ديالنا وحبيبنا وواحد السيد اللي قلب كبير وسبحان الله العظيم القلب ديالو هو اللي والنيه ديالو هي اللي وصلاتو لشي حوايج وضاف شي حوايج لهاد الميدان ديال تاكناويت. حميد واحد المعلم اللي نقولوا عطى واحد الصوره لهاد الفن هذا، ومن من جهتنا حنا ك في تاكناويت وفي الميدان ديال تاكناويت، هاد الباب هذا كما كيقولوا قضية ديال التسليم والقضية ديال قلب الإنسان، الحاجة أي حاجة كتبنى على لأنه تاكناويت موسيقى وحال
وواحد الثقافه واحد الحموله اللي هزه واحد واحد التاريخ واحد ماشي نقولوا غير موسيقى فقط. هنا هذا الباب هذا ديال تاكناويت اللي نقدر نقول انا فيه على المعلم حميد هو انه واحد السيد اللي محبوب عند قناوة ومحبوب عند الناس. وبالنسبه لنا حنا هذه المسائل هذه كتشرف تاكناويت وشكرا.